عشوائي ولا السوق هذا تيشد به الرئيس اللي هو حاليا تيشد به السوق راه ولا يخربه راه ما بقى السوق اللي حد الساعة هذا فاش الإنسان تيجي تيبني بالليل راه تيشد على راسو النيت بلا راه يخربه إذن تحنا غدا بعد غدا عندنا المستفيدين ديالنا اللي ما استفدوش اللي حرماتهم السلطة المحلية حرماتهم من الاستفادة تحنا غادي نصبحو تنبنيو الحوانت ويجيو يقتلونا وهذا النظرية ديال السلطة المحلية اش تدير هادشي راه غريبة وبالضوء وبالماء وتيحرموا الانسان وتيعطيو الانسان اش من صفات تعطيهم القانون باش يعطيو لهذا الانسان هنا وهو مستافد كرئيس جمعيات المبادره ومقاول راه غريبه هذيك حلا خصنا نريو اللهم لهذا من الكار وهذا الخروج الله يجزيكم بخير حنا راحنا تنذكروا بالمعقول لان البلديه دايره الخروقات في السوق عشوائيه ما عارفين بيناتهم ودايرين هاد المشكل هذا هاد الخروقات بغينا نعرفوها من الناس واش حنا مستافدين ولا 251 مستافد هنا ودابا خدامين تيبنيو وحنا ما خدامينش وعطيونا المراقبه شنو تيسوى هاد السوق عافاكم وعينا ما نشكي وعينا ما نطلعو عينا ما نعسو عينا ما نمشي واش حنا دابا 251 حانوت غير مريحه هو تيبني الشوارع ويبني الطرقان ويبني المواكن ديال الضوء شو كي داير حنا كل واحد عنده المكان ديالو هنايا دابا اش غادي نديرو غدا غادي نديرو هنايا شكون غادي يفرخنا الرئيس ما عندو لا بلاد هنا لا والو الرئيس حنا دايرينه ويقول لك هو بلادو تيعطيها لوحدين اخرين تيجيب الناس ويجيب كلشي يديرنا عمرنا وحنا ما خداميش شي 50 حانوت خاويه كل عمره بالزبال كل شيء والو ما كاين حتى شي حاجه والو غير الخروقات دايرين هنا حصينا كل واحد دا المحل ديالو كل واحد الحمد لله شاد موحيلو حتى تفاجئنا هاد الصباح جينا ديما باش نخدموا على ريوسنا جينا تفاجئنا لقينا هاد الحانوت مبني وهاد الحانوت لا يعقل يتبنى وهو بلاصه المواكن ديال مالي الحوت وديال مالي الدجاج وديال مالي المأكولات الخفيفة 25 حانوت يعني ب 25 مكانة ديال الضوء ب 25 مكانة ديال الماء هاد السيد ما فهم ما فكر ما حتى حاجة شكون هذا اللي بنى هاد الشيء هاد السيد اللي جا هاجم علينا حنا رئيس ديال الجمعية ديال المبادرة ديال اللي عطاوه المطر مستافد بالموتور ويا حسرة حنا كنعرفوا الرؤساء ديال الجمعية كيناضلوا على وحدين اخرين اللي ما عندهمش واللي ما مستافدينش واللي ما عندهم فين يكونوا هو عنده وبغى يزيد حشومه وعار هادشي راه حشومه حنا مهلوكين برا بالمتجولين ومهلوكين في المارشي المارشي ما خدامش النصف المارشي عامر غير بالاوساخ وغير بسميتو وكيزيدنا هو في الحوانت اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر هذا المارشي واش عمرو كان عندكم فيه موالي الحوت عندنا الحواته ديالنا معروفين ما كاينش فهاد الجهه ما كاينش عندنا دابا هذا دار بوحدو هنا هذا بوحدو ها الصف ديال الحواته جا دار مع الحواته حيت هو حوات وما مالي الحوت معروفين ها هما شكون اللي عطاه الترخيص يدير هو هادشي العان بالغيب بالله انا ماشي الترخيص حنا بغينا نعرفوا شكون اللي عطاه بغينا نتابعوا هذا اللي عطاه صافي عندنا الجمعيه ديالنا عندنا اللي جان عندنا كلشي حنا بغينا نعرفوا هاد الحانوت شكون السبب ديالو